شخصياً. عسكري خاطر هو يتكلم سياسيا نحب نعاقب عسكريا علاش الجزم بانه معناها مستحيل باش نتوقع انه يصير هجوم اسرائيلي على جنوب المنى شوف سمح حروق العسكري يخدموا كيفاش يخدم كيفاش يتم العمل يتم العمل كيما رقع شطرنج يقول انا لو احرك هذا البيدق ماذا سيحدث في الجانب المقابل اقراوا معناها اكل مه. تماثل القوى وماذا سيحدث لو مه. قمنا بهذه العمليه وفي الاخر يصير استنتاج مه. استنتاج انه لو دخلوا علاش بالارقام تو 500 دبابه تحطمت في غزه 700 حمل جند تحطمت في غزه امريكا غير قادره باش تعطيهم الاموال اللي اعطته لاوكرانيا وتحطموا ما عادش عندها حتى احتياطي باش تمده الذخائر ناقصه لاقصى الحدود اليوم جنوب لبنان المجهول بالنسبه للقياده الصهيونيه كي تحطوا المعطيات كل بعضها تلقى يزم يلقاو الان اي شيء باش يحفظوا به ماء الوجه بالكذب خاطر حتى ايران اكدت ان اليوم ان صاروخ لا علاقته بالمقاومه اللبنانيه وعندها ما يثبت عندها امور به انا قلت لك قبل انتظر مفاجاه كبرى وجاء الهدد ذكر ولا صحيح تو شو لك انتظري ثلاثه هدود ثلاثه 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 معنى الهدد باش تفهم الساده هي. المستمعين هو انه المقاومه اللبنانيه قاتل صهاينه هذا جزء من بنك اهدافنا لانه يعني مش فايده في الصور الفايده في دقه اكل المربعات اللي فيها اسماء بالتفصيل لكل حجره وكل مخزن وكل ثكنه وكل مركز قياده وكل وكل منشاه اقتصاديه هذاك ما يسموه العسكريين ذا تارجتينج يعني بنك الاهداف بك. يعني لما باش نضرب باش نضرب, نضرب, نضرب في المكان هذاك بالضبط نعطيك مثال باش تفهموا سادة انا باش نحطم مثلا مولد كهربائي كبير محطه توليد كهرباء كبيره مم. مش لازم نضربها الكل خاطر نضربها الكل يلزمني نضرب المكان اللي كي نضربها نضربه نقطة كل. توقف كل يعني كله. انا هو لو نيفرالجيك انا هو مركز الثقل فيها ولا نضرب في المفصل كيف في, في المفصل هذا اه هو شقوتك. اليوم منزعجين ما من مش تو نقول لك يا سماح انتظري مفاجاه اكبر بكثير بكثير مم. مما رايته هذه نقطه الاولى نقطة ثانية. لا ننسى انه لو ت... تقدم الاسرائيليون بهذه المغامره فسينصب عليهم وابل منين من العراق ومن اليمن يبقى. واليوم على 200 الف صاروخ موجودين في جنوب لبنان نزيدوهم صواريخ بتاع الجيش اليمني وصواريخ موجوده عند المقاومه العراقيه م. لكن الثعبان دائما يجد الحل لتطويل ابد الحرب ضرب ذكر السفاره الايرانيه ب... وشفتوا ايش صار اختلق مساله الصاروخ سيجدوا دائما الحل ل توجيه الانظار خارج مسألة تفاوض وإطالة أمد الحرب وهو ينجح ويزم العرب يتفطنوا له هذايا يزم يتفطنوا له خاطر تو القادة العرب الاثنين محور مقاومة تفطني وفرضوا عليه الحرب الاستنزاف اللي هي أخطر شيء على الإسرائيليين ثم شكون من السادة العرب المتابعين تاعنا يقول لك لماذا يا أولادي الهجوم المباشر الكامل راه في صالح الصهاينة هم يفتشوا كان على حاجة كما هكايا اللي وقتها باش معاهم الغرب الكل باش آه اجروا لانقاذ الكيان الصهيوني لا حرب الاستنزاف هو الذي سيفتت الكيان رويدا رويدا قطر الدم بقطر الدم بي. في ساحة الوغى سيد العميد نحكيو على خان يونس جيش العدو نفذ البارح قصف مكثف لمناطق عده في قطاع غزه تزامنا مع محاولات جديده للتوغل البري هذا نحبو نفهمه ما معنى محاولات جديده للتوغل البري في عين تعلن المقاومه الفلسطينيه الباسله استهداف القوات المتوغله المتمغ... سامحوني في حي تل الهوى وشغل الشرق خان يونس كذلك غرف القياده مره اخرى في محور نت سريم. الجيش العدو يعلن إصابة خمسة من جنوده في المعارك بقطاع غزة خلال 24 ساعة الأخيرة وحسب الحصيلة التي سمح الجيش بنشرها هذا روك هيئة البث. الإسرائيلي كتبت جملة سمح الجيش بنشرها اه نحكي والعدد الجملي للإصابات منذ بدء الحرب على غزة اه 4234 منها 2165 إصابة منذ بدء الهجوم البري على القطاع وقتل 689 من الجنود والضباط الإسرائيليين منذ بدء الحرب منهم 329 منذ بدء الهجوم البري اضربوا في ثلاثه اضربوا في ثلاثه تعالوا طيب يخرجوا بعد ارقام أضرب اضربوا في ثلاثه ديما نقول لك اضربوا في ثلاثه شوف طيب. سمح عمليه والله عسكريه حلوه كي نفسروها باش تعرفوا مدى جبن الصهاينه لو فرضنا جات قوات مش صهيونيه قوات اخرى باش تقوم بالحرب شنو هو مهام كل خطر جيش البر مش طاير طاير ما يحتلش يضربوا انا مسميه سلاح الجبن يضرب ويضرب ويرجع للقواعد نتاعو لكن القوات البريه اللي باش تقوم بالعمليه فما فيها ثلاثه ثلاثه او اربع انواع اولا ثم سلاح الهندسه يدخل سلاح الهندسه لازاله كل ما هو الغام وكل حواجز في الطريق. ثم جيل مدرعات تدخل لان عندها قوه نار وعندها قوه تحرك والجنود يفصلها محميين نوعا ما. ثم يجيو المشاة، المشاة لما ينضاف الميدان لابد لهم ان يتشبثوا ما تحرك. انت خذيت الميدان انت خان يونس مثلا خذيتوا خان يونس وفي انتهى الموضوع. لكن شو يعملوا؟ ما في الليل يرجعوا لانهم يعرفوا لو يبقى خطر من مهام المشاة انه يبقى يتشبث بالمكان هذاك احتليته انت المكان هذاك في العالم كل المشاة العالم كل اذا خذا مكان يزمو يستميت على الدفاع عنه لكنهم جبناء يدخلون بالنهار وينسحبون ليلا ثم يعيدون الكرة هذاك علاش ثلاثة كيلومتر عندهم 15 يوم 15 يوما لاقتحام ثلاثة كيلومتر وهذه عسكريا فضيحة مدوية ودليل قاطع انهم جيش جبان جيش غير مدرب لا يحتمي الا بالمدرعات ومزنجرات وقد وجد أه أه وجدت المقاومه في غزه الحل بضرب اولا دا تسعة اللي هي اللي قلت لكم اليه الهنزه تفتح الطريق ثم المركافة ثم اليات الجند شفت علاش اليوم العجز هذايا وكل يوم يعني يجينا اخبار معناها قديش عشرة 10 اشهر واحنا في 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 بعض الكيلومترات ولم نقدر يعني والله قلت لك انا ألف مره هالقادة هذوما أنا مش عارف كيف ينظر روحه في المرآة لو, لو أنا في مكانه عشرة أشهر ضد فصيل وأنا قوام جندي خمسة مئة وخمسين ألف وعندي أكثر من ألف دبابة وعندي طيران أرقى طيران في العالم وعشرة أشهر ضد فصيل أنا عادش نجم ننظر روحي في المرآة لأنه ليس م. قائدا وليس ضابطا ومجي شيء وهذا دليل على أنه شكون هما هذوما اللي خوفونا من عام 48 ولا شيء قال سيد <applause> العميد احنا من أول عن عشرة أشهر يتحدثون عن توغل بري المرة هذه يقولوا محاولات دائما محا... للتوغل محاولات للتوغل البري اعطيني مكان يعني كهم واحد كهم فيه. يوصفوا في اللي يعني بالمحاولات اعطيني مكان واحد غير نتسارين تعرف شنو نتسارين؟ مكان فارغ فيه واد يقسم غزه في اثنين ليس فيه لا سكان هانو مستقروا في الوسط قطعوا غزه في اثنين واستقروا فيه و... وينهال عليهم وابل من الهاون يوميا مم. وثم خذوا المحور فيلادلفيا باتفاق مع الاسف مع اخواننا مع الاسف شديد معناها يعني لان هذيك تبقى لي نقطة غصة في 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 حلقي كيف أن معناها قوات معادية دبابات موجودة على محور كما ما عدا ذلك لم يتمكنوا من المكوث ولو يوما واحدا في مكان آخر ونتحدى نتحدى شكون يقول العكس يدخلوا ثم ينسحبون لأنه يعني يعرفوا لو كانوا بقاو سيصبحون لقمة سائغة للمقاومة يعني الباسلة في غزة هذا هو المشكل الكبير وذاك علاش عشر أشهر لم يتمكنوا من احتلال ولو شبر واحد اتصفيق. من غزه مع عدا المكان الفارغ اللي حكيتنا عليه نت لانه قتل فارغ ما في شيء شوفوا الخرائط اهبطوا جوجل تشوفوا اللي هو مكان لا سكان فيه ولا شيء واد يقسم بغزه في اثنين والا الاسمنت ال 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 المسلح الموجود على محور معناها محور فيلادلفيا اللي هو محالي لمصر مع الاسف الشديد هذا هو الحقيقه المره من بيت لاهيا البيت حنون الى رفح لم يحتلوا شبرا واحدا ####واضح بول بولبابا يا سالم أنا باش نستغل وجودك بحضانا ونحب نتحدثوا شويه على إتفاق الهدنة... والاتهامات متبادلة هذا الأسبوع بين حماس والكيان العدو حول عرقلة هذه هذا الاتفاق حماس تتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو رأسا بإضافة شروط ومطالب جديدة إلى اقتراح هدنة تدعمه فيها الولايات المتحدة وذلك بعد أحدث جولة من المفاوضات اللي جرات عبر وسط نتنياهو في إجراء أي تغييرات وقال اللي حماس هي اللي تصر على إجراء تعديل تعديلات كثيره على الاقتراح الاصلي يقول مكتب نتنياهو ان قيادات حماس هي التي تمنع التوصل الى اتفاق يقول احنا ملتزمين بمبادئنا وفقا للاقتراح الاصلي وهو اطلاق سراح اقصى عدد من الرهائن الاحياء والسيطره الاسرائيليه على محور فيلادلفيا ومنع حركه حماس والاسلحه الى شمال قطاع غزه. شوف سماحنا للأسف الوسطاء ليس لديهم الشجاعة ليقولوا بأن نتنياهو هو الذي يعرقل الوصول إلى اتفاق ويعرقل الصفقة ليس لديهم الشجاعة أمريكا نفسها تعرف أن نتنياهو هو الذي يعرقل الوصول إلى اتفاق تعرف ذلك جيدا نتنياهو هو يتفاوض من أجل التفاوض أو ما تقولوا لي تحبوا الاتفاق هل نتفاوض عندما يصلون إلى أي نقطة اتفاق معين يزيد شروط جديدة إذاً هو لا يريد الوصول إلى أي اتفاق هو نتنياهو يتفاوض من أجل التفاوض للإيحاء بأن هناك يعني مسار تفاوضي لغير ذلك وطبعا لديه شروط لا يمكن أن يتزحزح تقريبا حولها اللي هي معناها إطلاق سراح الأسرة وإذلال خاصة محاولة هنا إذلال المقاومة الفلسطينية يعني هو يريد أن يكسب بالسياسة ما لم يكسبه بالحرب هنا نتنياهو علاش بهذه الصورة نتنياهو هو يعلم جيدا أن أنه ليس لديه رؤية سياسية للحل السياسي، هو يعرف أن الوصول إلى اتفاق تعني نهايته. وهو الآن يقود حكومة من أشد الحكومات تطرفاً في تاريخ الكيان الصهيوني. يعني ما يحصل في إسرائيل الآن هو سيرك سياسي، يعني لاحظ ما حصل ليلة أمس أنت مثلاً. يعني رولي أو لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية عندما يقول بأننا مش على حافة الهاوية، قال نحن وصلنا إلى الهاوية، نحن في الهاوية الآن. يعني اسرائيل الجيش بتاعها اللي هو يعتبر البقره المقدسه عندهم البقره المقدسه في اسرائيل هي الجيش هي حتى سوره البقره احنا في القران على البقره بتاع بني اسرائيل اذا فبالتالي يتم الاعتداء عليها وتجاوزها ويعني و... مئات المتطرفين